ومن موجز الأخبار ننتقل إلى أبرز الصحف والمواقع الإلكترونية التي صدرت في تاريخ اليوم، والبداية مع صحيفة الجمهورية وعنوانات برية تحضروا لتحريك الملف الرئاسي. بات معلوما أن الرئيس مجلس النيابي نبيه بري بصدد تحريك عجلة الاتصالات حول الملف الرئاسي، ومعلومات الجمهورية تؤكد أنه لن يطلق أي مبادرة محددة في هذا الشأن على غرار مبادراته الحوارية السابقة التي فشلتها النكايات السياسية والشخصية بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والشروط المتصادمة المطروحة من قبل الجانبين. أما الغاية الأساس من هذه الحركة الاتصالات التي يحضر لها بري فهي محاولة ملاقات أي جهد خارجي فرنسي أو قطري أو غير ذلك بتأكيد الحاجة الملحة في ظل المخاطر والظروف الدقيقة التي تمر فيها المنطقة ومن ضمنها لبنان إلى إنجاح أي مسعى يقود إلى التعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية. والشرط الأساس تغليب منطق التوافق على الاشتراطات والتعقيدات، وبالتوازي مع ما يتردد عن حراك فرنسي أو حراك قطري حول الملف الرئاسي بعد رأس السنة، فإن مصادر موثوقة تؤكد للجمهورية أن لا موعد محددا حتى الآن لأي تحرك. والآن ننتقل إلى صحيفة نداء الوطن. إسرائيل تحضر مسرح الحرب، جولة سفراء وتهديد نصر الله. لم يقتصر التصعيد على الجبهة الجنوبية منذ ليل الثلاثاء الأربعاء وطوال أمس على لهيب نار الغارات والمسيرات والصواريخ فحسب وما ألحقه من خسائر بشرية ومادية، إنما ترافق مع تصعيد في التحركات والمواقف الإسرائيلية في شكل غير مسبوق. وبدت التطورات غير بعيدة عن تداعيات اغتيال القائد في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي في ضواحي دمشق واتهام إيران إسرائيل بالمسؤولية عن تصفيته. غير أن الجديد في المواقف الإسرائيلية التصعيدية هو تهديد وزير الخارجية الإسرائيلية إلي كوهين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مباشرة قائلا له أنت التالي، ما أوحى أن كوهين يشير إلى قتل الجنرال الإيراني موسوي قبل يومين كما قرأته وسائل الإعلام. وفي المقابل توقفت مصادر دبلوماسية عبر نداء الوطن عند زيارة كوهين وبعض السفراء الحدود مع لبنان وأطلاق التهديدات ضد نصر الله، كما توقفت عند زيادة وتيرة القصف على جانبي الحدود فرأت فيهما مؤشرا إلى وجود نوايا تصعيدية. وفي هذا السياق قال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله أبو حبيب إن الخارجية ستعيد التأكيد من خلال الاجتماعات الأسبوع المقبل مع المسؤولين الأمريكيين في البيت الأبيض والخارجية على موقف لبنان الداعي إلى تطبيق القرار الدولي 1701 من الجانبين اللبناني والإسرائيلي على حد سواء. والآن ننتقل إلى صحيفة اللواء عندما يتحول مجلس الأمن إلى سيرك وإسرائيل إلى دولة شمولية. شهد نهاية الأسبوع ما قبل الأخير من العام 2023 حديثين في غاية الدلالة. الأول صدور القرار المجلس الأمن الدولي رقم 2720 حول غزة وإسرائيل، والثاني مذكرة رقابة العسكرية في جيش الاحتلال لوسائل الإعلام الإسرائيلية. الحدث الأول يؤكد تحويل واشنطن مجلس الأمن إلى مجرد سيرك تستعرض فيه ساديتها بالسماح لإسرائيل بارتكاب المزيد من الفظائع. وقد نهزت 100,000 فلسطيني في 3 أشهر من العدوان بين قتيل وجريح ومفقود وتدمير كلي للحجر والشجر على وقع مصطلحات للمجازر لم يؤلفها البشر في تاريخهم الإنساني على الإطلاق، ويتمعن ترويض بقية أعضاء المجلس بطروحات بعيدة عن المنطق والقانون الدولي والإنساني. والثاني الذي جرى التعتيم الإعلامي عليه خارج دولة الاحتلال يشي بفضح الادعاءات الإسرائيلية الزائفة بالحرية والديمقراطية وأنها مجرد دولة شمولية بحرفية المعنى، ليس إلا فالحرية عند تل أبيب تنتهي حينما يبدأ الحديث عن فلسطين بتأييد 13 عدو وامتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت. اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2720 حول غزة وإسرائيل. ونختم مع صحيفة النشرة. قائد الحرس الثوري الإيراني قرار حزب الله مستقل ويتخذه حسب مصالح الشعب الفلسطيني. أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن عملية طوفان الأقصى كانت عملية فلسطينية تامة وتم تنفيذها من قبل الفلسطينيين أنفسهم، وتم تنفيذها دون أي دعم خارجي، وهي رد فعل على 75 عاما من الظلم. وشدد على أن عملية طوفان الأقصى لم تكن انتقاما لقاسم سليماني، فنحن من سينتقم له، موضحا أيضا أن قرار حزب الله مستقل ويتخذه حسب مصالح الشعب الفلسطيني.
الوطني، وأشار إلى أننا منظمة قوية نعلن عما نفعله ولا نهاب أي عدو. كما أشار أيضا إلى أن خسائر الكيان الصهيوني في غزة تتزايد يوميا ولا يمكنه تحمل الحرب لمدة طويلة، مؤكدا أننا لن نسكت عن اغتيال أبنائنا وسنثأر لهم بشكل قاس. وأوضح أيضا أن انتقامنا لأبنائنا لن يكون غير إنهاء وجود الكيان الصهيوني.